السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ المشاهدين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير من ولاية المنيعة. في إشهار لبيع كما في الصورة براكة، وهذه الزوجة عندنا، هذه أفدو أف واحد، براكة جديدة ما شاء الله تبارك الله. كنشوفوا كيفاش دايرة. هذا المدخل تاع البراكة، دخلونا نقول الأول هنا الشومبرا الأولى، الشومبرا هذه الشومبرا الأولى نتاع البراكة هذه، يعني ما شاء الله فيها شباك. راح تشوفوا الشباك ألمنيوم، وفيها الضوء هنا طفي وتشعل. وعندنا هنا في الوسط هنا عندنا التواليت، يعني براكة جديدة مازال راها كيما حنا نقولوا جاية من لوزين. يعني حتى السعر تاع سعر في المتناول، هذا اللي عنده كيما حنا نقولوا جنان، عنده مزرعة كبيرة يقدر يدير هاد البراكة تساعده زين. شوف ما شاء الله حتى النافذة بالألمنيوم مخدومة يعني بشكل رائع. ها ما شاء الله، هذه البراكة الأولى يعني ذات الباب واحد، أدى لا مدخل واحد كما تشوفوا، عندنا جوج شبابيك طبعا كما تشوفوا. هذه ما شاء الله يعني بمساحة 7 مترات في 4 مترات، وهذه البراكة الثانية، البراكة الثانية هذه راها في أفدو. هاي شومبرا واحدة هنا، عندها شومبرا هنا كبيرة واسعة الله يبارك. نفتحوا الباب الثاني، هذه أفدو كما احنا هو ياخذ فيها شباك، وهذه الزوجة فيها التواليت، وهذه ما فيهاش التواليت. هاد البراكة، هاد البراريك سما السيد راه يبيع فيه هنا، وهم متواجدين هاد البراريك في ولاية المنيعة. اللي حاب يشري واللي حاب يستفسر ويساعدوه في وحدة، ما عليه سوى الاتصال يعني بالرقم التليفون اللي راح نديروه في المنشور ان شاء الله، المنشور، ويشوف صاحب البراكة ويساعده فيها. هاو الرقم الهاتف كما حنا نقولو 06 74 34 38 75، هذا رقم الهاتف تاع السيد اللي حاب يتصل ويستفسر. وراه يقول لكم السيد يعني حتى اللي حاب يخدمها بالشكل اللي يحبه هو ماشي مشكل، يعطي المواصفات يخدموها ليه، يجيبوها لي من ارجي ان شاء الله. ومرحبا وسهلا بالجميع.